نرجع بقى لسؤال الرياضة. رياضة، والسؤال هو: لاعب روسي هو أصغر شخص في التاريخ يفوز ببطولة العالم للشطرنج عام 1985، فمن هو؟ كان عنده وقتها 22 سنة بعد ما كسب بطل العالم الروسي برضو أناتولي كاربوف. اسمه جاري إيه؟ جاري إيه؟ هلف اسمه جاري سباروف. انت قربت، تخيل. هو تقريبا سباروف، هو قريب سباروف تقريبا. انت نسيت حرفين. سمعت الماتش. اجابة خاطئة. جاري ايه؟ في اجابة؟ لا. اقول قول. هو كان الماتش بين توبالوف وكاسباروف، صح؟ صح، كاسباروف. صح صح صح, صح. سوري. هارد لك يا احمد. هو فعلا جاري كاسباروف. هارد لك، خسارة. انا زعلان على 10 نقط دول لان السؤال كان صعب. هارد لك.